Airlines and Qantas. Welcome back to our Emirates Powered and Qantas Frequent Flyer members. Our multinational cabin crew and more today come from 11 countries and speak 11 languages. If there's anything we can do to help you, please let us know. A restaurant, and this is the first in the Middle East. It's definitely the biggest as well. Maybe. مرحبا بكم على متن هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على متن رحلة طيران الإمارات. يرجى الآن إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنها وإبقاء الستائر مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. يرجى وضع الأمتعة بما في ذلك الحواسيب المحمولة في الخزائن العلوية أو وضعها أسفل المقعد الذي أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارات ربط الأحزمة مضاءة. لتعديل الحزام اسحب الشريط، ولفك الحزام ارفع الغطاء المعدني. يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر لإزعاجك إذا أردت النوم أثناء الرحلة. يجب إغلاق الحواسيب المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو تحويلها إلى وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط. بعد الإقلاع سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. التدخين بجميع أشكاله ممنوع على متن الطائرة بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. عند الحاجة ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة لبدء تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولا ثم ساعد الآخرين على ارتدائه. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى التمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك أو أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يجب نفخ السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل بقوة. يمكنك أيضا نفخ السترة بالنفخ في الأنبوب واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقم سترات نجاة للرضع والأطفال. يرجى التوقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ على متن طائرة بوينغ 777-300. عند الحاجة أقرب مخرج. يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. لتذكر تعليمات السلامة لهذه الطائرة يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. By now, your tray table, TV screen, and footrest should be folded away. Your window blinds open, and your seat in the upright position. Baggage, including laptops, should be stowed in the overhead lockers, or use the space under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. Adjust the belt by pulling the strap and lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, fasten the seatbelt over your blanket so that we will not have to disturb you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi and mobile roaming. If you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this may damage the phone and its battery.
It is illegal to smoke on board, including using or charging electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. If necessary, oxygen masks will appear from above you. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first and then help others. In the unlikely event of an emergency landing, please brace yourself like this against the seat in front of you. Or where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. To remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. At restaurant, and I think everybody who has experienced that, so welcome back.